أكدت وسائل إعلام جزائرية اليوم الأحد 18 من إبريل 2021 وفاة الفنانة نعيمة عبابسة بعد صراع طويل مع مرض السرطان بعد مكوسها منذ عدة أيام في أحد مشافي المدينة عن عمر يناهز 70 عاما. ونفت مصادر عائلية في تصريحات صحفية كافة الأنباء المتداولة حول وفاة الفنانة نعيمة عبابسة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه وافتها بعد صراع طويل مع مرض السنوات حيث تتعالج له منذ فترات طويلة. وتعد الفنانة نعيمة عبابسة من أبرز المغنيات في الجزائر والعالم العربي، حيث نشرت العديد من الألبومات على صعيد حياتها الفنية. وترجع أصولها من أسرة فنية، والدها عبد الحميد عبابسة كان يؤدي الأغنية الصحراوية الجزائرية، ولها شقيقة الفنانة فلة الجزائرية، الله يرحمها ويتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.